خير دانا، وحياك الله معانا، ومشكورة وايد على هالعزف الجميل اللي افتتحنا فيه حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لك دانا. يعني مشاهدينا مثل ما سمعتوا راح تشغل الموسيقى حيز كبير من صباحنا اليوم لقدرتها على اكتشاف أماكن في النفس والقلب قد لا نكون وصلنا إليها. معكم مشاهدينا استمعنا المقطوعة موسيقية من عزف دانا علي كمال اللي تشاركنا في هذا الصباح، وطبعا نرحب فيها ضيفة على صباح الخير يا كويت. دانا، يعني في البداية خلينا نتكلم عن بداية علاقتك مع البيانو. طبعا أنا كنت صغيرة لما كان عمري 8 سنين، كنت أسمع أبوي كان يعزف على العود، أسمع أبوي يعزف الأغاني القدم، كنت أحب الموسيقى وأسمع أمي تشغل أغاني كلاسيك، فيعني حبيت الموسيقى وبديت بالعزف من لما كنت 8 سنين. من 8 سنين وأنت بديتي. طيب قلتي الوالد، وإحنا عارفين أن أنت بنت الفنانين التشكيليين علي كمال وأيضا سوزان بوشناق، يعني تربيتي في أسرة فنية وبيت يعني أكيد مرهف الإحساس من الناحية الفنية. فقلتي كان يعزف العود، لكن انت شو اللي خلاك تروحين صوب البيانو؟ ما ادري، ابوي يعني كانوا يشترون لي الاورجل الصغير، كنت كله اعزف عليه يعني المقطوعات العاديه اللي رحت المدرسه وكانوا قاعد يشجعوني اني اعزف على البيانو، وعزفت. وطبعا الرسم واللوحات امي ساعدوني على اني انمي موهبتي الموسيقيه، لان هي ترسم الجيتار والهذا والخطوط يكونون على كأنهم حركه موسيقيه. وطبعا ابوي كان قاعد يسوي البوم غنائي وانا مشاركه معاه بثلاث اغاني. بالعزف على ثلاث اغاني؟ لا، بالغناء. بالغناء بعد؟ يعني صوتك حلو. زين، كلمينا اكثر على الناحيه الفنيه اللي تحسين يعني ان انت ممكن قدام شويه تبدين عاده 2000 مقطوعات موسيقيه، ولا راح تعتمدين بس انك تكونين يعني بروفيشنال كبيانو بلاير، ولا ان شاء الله الف؟ وانا يعني هالايام كنت اعزف، يعني قاعده اعزف واطلع لي مقطوعات معزوفيه، مقطوعات موسيقية، ويعني يطلعون حلوين بس أنساهم. يعني ما تسجلينهم؟ لا. إنزين، أنتي هذه ما أخذتها كموهبة ولا كدراسة؟ يعني أصقلتي موهبتك بالبيانو ولا للحين ما بديتي؟ والله قاعدة أنميها، أنا قاعدة أروح بيت لوذان ويعني أخذ دورات. كدورات. بس ما أدري، يمكن أدرسها وما أدري، ما أحس إني أدرسها يعني دراسة، موهبة. يعني هواية، وأكمل دراستي بشيء يكون يعني قريب منها، بس يعني أقدر. يعني شنو؟ إحنا حابين نتعرف أكثر على أفكارك أنت، شنو ناوية حق مستقبلك؟ يعني هل راح نشوف عازفة بيانو كويتية محترفة؟ إن شاء الله. يعني راح تستمرين بهالخط؟ إيه. طيب شنو الشيء اللي تدرسينه يكون قريب من الموسيقى؟ مثل الكمبيوتر، نقدر ندخل عليه الاشياء. اي اوكي، يعني هذا اللي ان شاء الله مخطط. ان شاء الله. يمكن، ما ادري. لا الحين انت على كم عمرك الحين؟ 15 سنه. اي يعني تو الناس قدامك شويه. المجال ريب. انزين، حابين نتكلم شويه عن هواياتك في الاستماع مو في العزف. يعني منو الفنانين اللي تحبين تسمعين لهم؟ منو
الفنانين اللي تحبين ان انت تكونين قريبة من خطهم الموسيقي؟ اللي هم يعزفون العازفين طبعا، مثل موزارت وتشايكوفسكي اللي هو سوان ليك وروميو اند جولييت، وبعد بيتهوفن وباخ هذيل يعني. لا هذا البلاية، احنا نبي من المودرن. منو اللي تحسين انه شوية قريب منك يعني، او شنو خط الموسيقى اللي عاجبك يعني؟ تحبين تظلين بالكلاسيك بما ان انت بس ذكرتي اسماء يعني عباقرة من ناحية الكلاسيكية في الموسيقى، ولا ناوية شوية تدشين على الجاز البلوز شيء كذي؟ اي انا ناوية، ما ادري بس ما اعرف يعني ان شنو بالضبط يعني، يعني ما ادري للحين ما كونتي فكرة. للحين انزين ايش راح تسمعينا الحين؟ الحين اغنية موزارت تركيش مارتش. خلاص اوكي، نسمع معاكم مشاهدينا ونرجع لكم ان شاء الله من بعدها. سعداء جدا بوجودك معنا، وسعداء اكثر بانه يكون في طاقات فنيه كويتيه الاهل يشجعونهم واكثر يخلونهم يعني ملمين بهذه الموسيقات العالميه والمقطوعات اللي تنمي الحس بصوره عامه يعني الحس الانساني، صح؟ توافقيني الراي؟ انزين ككلمه اخيره دانا شو تحبين تقولين؟ اشكركم على استضافتي، وانا كنت مرتبكه يعني خربطت شوي بس يعني مشكورين. يعطيك العافيه، ونشوفك ان شاء الله كل سنه وتعطينا يعني ملخص عن انجازاتك ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الحين راح ننتقل الى خبر فني ايضا، ولكن من معرض فني علمي في نفس الوقت.